هذا هو الدايموند فينش. ناقصين له واحد. روح. سؤال اليوم حبايبي، لو انطيتك مبلغ 10 مليون دينار او خلينا نقول 10000 دولار، شلون راح تستثمره بالطيور بالعصافير؟ وشلون تطلع من عنده ارباح هذا المبلغ؟ يعني هسه الطيور تصعد وتنزل، فشنو هي الطيور اللي راح تشتريها وشلون راح ترجع المبلغ يعني تسوي ارباح؟ اكتبوا لنا بالتعليقات. حياكم الله حبايب الطيبين، افضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم. هذا فيديو جديد، يوم شمس اليوم، يا الله بسم الله. نشوف اليوم الامور ان شاء الله طيبه، ان شاء الله ارجع لواس. لسه ما عزلت المحميه، هاي اول فقره، لسه ما رتبت بالمحميه. قالوا احمد الفناجز قلانات. اي حبايبي طبعا قلانات، لان هاي بشهاده. شوف اول شيء هذني اللي راحن، اللي طلع من المحميه وراحن، هاي شغله. الشغله الثانيه ذني، ذني اللي انا عازلهن هنا هم تقريبا 8 كوب، وذاك زود جوه بالغرفه، صار عندنا 5 زواج. فطبعا يقلن حقهن. طبعا انا طبيت الفجر اول ما قعدت، طبيت لهنا، اردت اشوف الاعشاش اللي بيهن بيض بسم الله. فبما ان اليوم راجع الواهس نشوفهم بسم الله. ما شاء الله حبايبي، هذا عندك 5 بيضات، ان شاء الله ربك يعوض. هذا العش تتذكر واحد ظننا بيه الباروت مرة من المرات وراه. اللهم صل على محمد وعلى محمد. هذولا ناقصين له واحد بسم الله. هذا مستحق تحليق، هذا بس واحد. هذا اثنين، لا بس واحد حبايبي. اي هم لونه حلو، لونه مثل ذي الاثنين اللي قلت لكم حلو، الحمد لله والشكر. هذا العش، هذا فلشته بذاك الفيديو. بعد ايش عندنا؟ عندنا هذا العش، هذا انبله جديد خوش. وعندنا هذا العش من فضل رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى محمد. اكثر لقطه احبها هاي. سبحان الله، شلون صغير ويكبر ويصير. فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. سبحان الله، الحمد لله وشكرا يا حبايبي. خل نروح بذاك العش. هذا العش حبايبي، ايه هذا بيبي الله وحده، وتاركات اعتقد، اعتقد تاركات. هذا العش المضبوط ان شاء الله. ايه بسم الله ما شاء الله، هذا بي 4 بيضات تقريبا. خوش خوش خوش، زين زين. هذا العش شفته طيور تتردد عليه. لا ماكو شيء. صاحبنا الملكي بعده نايم. صاحبنا الملكي نايم على بيضه واحده. ما فطشت بيضتك عيني. هذا الفحل سبحان الله. هذا الكوكتيل الاليف حبايبي كان، هسه وحشي حاليا. لا هو بعده اليف، بس لان اجواء المحميه ما متعود عليها، طلع منا من الخانه وما رجعته. عرفته قلت خليه، نبني اصلا انا ابيع احتمال. ف خليني اشوفكم هنا، صار لنا هواي ما مركزين هيك على الطيور، كل مره اطب واطلع على السريع. هذا ابو هسه الافراخ اللي قرينا يمه القران، وهذا هسه لازم اعزله. شوف هذا المخلف، طبعا الكوكتيل ده يخربهم. خليه اطببه، تعال وحشي صاير يطفو. بس هذا كلش كلش اليف كان، تتذكروه هذا مالتي، مالتي الاليف القديم. ذيك الطيره، اذن هاي الطيره، اذن هاي مرات ايمن يقول لاحمد لا تحكي بهاي الطريقه. مو حبايبي انا اصلا اشتغل مراسل، فمن اسولف مرات تطفر عندي هاي المصطلحات، اخبط بين القناه وبين التقارير، يقول للمتابعين يضوجون. ادري بيكم تضوجون، بس
لا هيك مرات احكيها للشقة يعني، مو اخبط متعم يعني، انا متعمد الشقة وياكم. وطبعا كلهن مخربط وضعيتهن، هذا الكوكتيل هسه اشيله من يمهن، المفروض بالليل اشيله ما لحقت. طبعا دا اسمع الناس بدأت تطلع الدواماتها وانا قاعد اصور، شو اسوي هم يابا لحق. طبعا بي تغريدات، هو شوفوا شلون يغرد، بي تغريدات اصوات يعني موسق. هذا شوفوا هذا المخلف، هذا واحد وهذا واحد، هذول لازم ينشالون. زين زين هذولاك الزوج بيرجعون لفراخهم الفحل الكبير والنثير مكس وسوبر. شوفوا شلون يبوس، بي اصوات بي. هو هذا بس اخليه بغرفة هسه يرجع عليه، يرجع مثل ما كان. شوف شلون يحكي، يدردن. شوف شلون يدردن، يدردن. هاي شلون يبوس، راح شوفوا شكله راح يرجع لي الواهس بي ونزله جوا بالبيت. شوف وذاك الثاني، لا ذاك اصلا بموسيقى، ذاك اللي بغرفه الطيور. حرامات والله، بس ما بالبيت اهلي يضوجون منهن، فاضطريت اصعدهن هنا، ولا لان ينحطن بغرفه وينفردن واتونس على سوالفهن. ذاك يقول حبيبي، ذاك يقول حبيبي ويقول ويموسق. شوف بس شو تسوي، مرات تنجبر. وهذول الطيور البقيه حبايبي، تمام تمام. حي الله الاعزاز. وهذه طبعا بسم الله ما شاء الله حبايبي، هذني الدايموند فينيش. طلعنا طلعنا طلعنا، سلمنا على عمام كان المتابعين. يلا يلا، مو غربه مو غربه مو غربه الجماعه، يلا طلعوا. طبعا حبايبي هذا الدايموند فينيش الابيض، مو الدايموند النورمال. اكو يجي دايموند نورمال، بس اني قلت يعني احنا مشترين. طبعا هذه شوفوها شويه داق براسها، الريش شوية عندها مشكلة، واعتقد بسبب الفحل، لان انا شفتهم الزاوجة ويلا جبتهم. فدولة النور مو النورمال، هذا يجي مستوى اعلى من النورمال. طبعا اكو لون احمر يصير على الذيل مالته. طبعا انا ما اريد افززهم، بس اصلا راح اغير بقالتهم. اي هذا طلع، هذا شوفوا حبايبي شلون يجي حمار على الذيل مال جناح مالته. راح تقولون مو ذاك الشكل يشبه الفنجس العادي، لا حبايبي يختلف. وجناية الدايموند يعرفون حبايبي. النورمال حبايبي ده ينباع حاليا من 125 يعني هنا احنا يمنا ماكو ب 125 النورمال. النورمال يمنا، بس انا حكيت هيك لان بالمحافظات اكو بعض اخواتنا خاف يعترضون. النورمال مال الدايموند، انا شوية اطول بالشرح عليكم حتى تفهمون الفكرة. النورمال الرصاصي مالته يجي ذاك سعره، يعني انا حصلته هنا ب 200 تدرون له ولا النورمال، وب 175 بالقوه ومستورد. فبعدين اخذت ذني عراقيات ومحلقات عراقي، وشفت بيناتهم توالف قوي قدامي يعني بالمكان اللي جبتهم منه، ومالات مربي عراقي، فاخذتهم فوق ال 200 حبايبي. راح تقول احمد هواي لو مشتري شغله ثانيه، حبايبي انا ادورهن ذني، انا الفينيشات يعني اللي يبيهن مو حاليا مو هسه، اريد اشتغل بهن على المدى البعيد. وهذني ممكن مثلا تجي لحظه من تكون عندي طيور منتجه هاي النوعيات، وانوي ادخل على يعني مثلا طفرات قويه بعد، اقدر هذني اعتبر بهن ضامه فلوسي، لان ذني اللي تشتريه يعني من هذه النوعية وعراقي فلوسه بي تختلف عن الطير اللي مال محلات. فالحمد لله وشكرا، ان شاء الله يكتب لنا بيهن الخير هذني. فحتى تكون عندكم فكرة واضحة على الدايموند فينيش حبايبي، الدايموند بي كلش الوان هواي، اكو بمكان هذا اللون مال الذيل مالته الاحمر يجي اصفر او برتقالي. اسعاره من 150 النورمال يبدي، الى حتى اكو بي بال 400 الف يوصلوا بال 500.
راح اجيبهن بهاي الزاويه حبايبي، هاي الزاويه مالتنا مال الفينشات. اول شغله راح اسويها اليوم، صباح الخير، شلون الصحه؟ اول شغله راح اسويها راح اشيل هذا المطير، خلي نشيل هذا المطير بعد. طبعا هذا المكان بقى شيء فارغ. هذان المطاير احتمال ابيعهم، هذا وهذاك اللي شلته، ابقي بس واحد. اكو ببالي فكره انه مال المطاير احتمال اسويهم تفصال، فاحتمال ابيع ذن المطاير اخفف من المكان. هاي شغله، خلينا نخلي خانه هنا. هاي طبعا خانتهم، هاي راح ارجعها ما احتاجها، احط لهم خانه جديده. طبعا ليش خليتني هنا حبايبي؟ خليتني هنا لان هسه دنيا الفجر، يعني الساعه بالاربعة حاليا الفجر، فما اريد اقعد الناس، يعني اخو ما ادق بسمار، احنا هنا منطقه سكنيه، فخليتني هنا بس على مود اثبتهن بمكانهن، وبالنهار بس اصعدهن شيء بسيط. فليش اخليهن متهجولات؟ عادي امنا بالخانه، ممكن نغير مكانهن. هذا العش انا مسويه خارجي داخلي، هذا شكله، ما اعرف اصور بالايد اليسار، وهيج هذا صار، هاي فتحته. هاي الاعشاش حبايبي المفتوحه اللي تكون فتحتها هيج، خلينا نشوف اللي تكون فتحتها هيج، وهاي الطريقه من فوق الطيور تامن وتبني بيها العش اسرع من هذه الاعشاش، اسرع من هذا العش والفتحه الدائريه. ما اعرف ليش هاي انا يمي صارت الشغله، بعد بغير مربي غير مكان بالجماعي، لا بالجماعي هن اي مكان يسوون بيعش، بس احكي لكم بالتربيه الفرديه مال الفينشات. وبعد هاي الاعشاش، بعد هاي الاعشاش يحبنها اكثر هذا النوع من الاعشاش، هذا الهيج. اللهم صل على محمد وال محمد، بسم الله ما شاء الله. هاي قدامكم، هذه ال او فلتش الاعلامي، خليني اسويها. هذا الاعشاش حبايبي يرغبوا لها اكثر بالتربيه الفرديه. بعد انا ما احكي حبايبي، هاي قدامكم الخلطه ال40 ماده تشوفون من اخليها للشفتين، هاي ال40 ماده تشهد. فال40 ماده انا يعني ما اقول لك ان ال40 ماده هي سوت فرق 100%، بس سوت فرق على الاقل 75%، انه هاي الشفتين بيضاء والحمد لله وشكر. تذكرون ايش قد صارهم قافلين الشفتين من دخلناهم بالتربيه الفرديه، وبيضوا مره واحده وبعد ما بيضوا. فالحمد لله والشكر التغذيه مالتهم ال40 خلطه مال 40 ماده اللي موجوده عندنا بالمتجر مالتي الالكتروني، وكذلك المكان، هذا المكان مو خليتهم زاويه، هاي عوامل اشتغلت ساعدت انه الطيور تبيض. وهذا السعف، هذا السعف ساعدهم انه يبيضون اسرع، خير وبركه. هذول الباروت كناريه نايمه حبايبي، هاي وينها؟ شوفوها نايمه. وهذول اللي السوبرات اللي خليناهم هنا، هاي حبايبي خلطت 40 ماده، شوفون ايش قد بيها مواد، خليهم وياه الدايموند. هاي مأكليه اقتصاديه، مي بالمشربيه الكبيره، الفنشات دائما خلي لهم مي بهاي المشربيه الكبيره، حتى لان مرات يعني اذا اتاخر بالصعده عليهم، الفنشات معرضين للموت اسرع من باقي الانواع. مواد تعشيش النوع اللي يخدمك كمربي، كل مربي وله اختياراته. هذا ليف النخل حبايبي يتفلس، اذا ما فلسته ينقلب ضدك. بسم الله حبايبي، شوف الحمار اللي بالجيل، هذا هو الدايموند فينش. اللهم انا نستودعك هذا المال والحلال يا الله. شوف شوف شلون ارتاح، لان خانه اكبر مساحه عنده. شوف الخنقه اللي كانت بهاي الخانه، خنقه. وهذا التك الثاني، بسم الله توكلنا عليك. نعم ان شاء الله امورهم نحو الافضل ان شاء الله. هذا ولد دايموند حبايبي، مهما كان يعني هسه انتجنا تاخرنا بالانتاج، باروت شفتيل دايموند ابو شهاب راجع للواهس حبايبي. الواهس ان شاء الله راجع، وانا اعرف شلون اشتغل عليهم ان شاء الله. يعني حتى ذيك الفتره كنت مقصر وياهم، خصوصا ذني الزوجين، هالفتره لا اعرف شلون يعني اتصرف وياهم ان شاء الله. يعني هذا المبياض يضيع انا ادري بيه، لان ما مجهز بنقاليات. المبياض الجاي ان شاء الله مجهزين الامور فلوز، فهاي الزاويه ان شاء الله راح تصير زاويه
الفينشات. هاي راح يطلع ضوء الفجر وانا لسه ما نايم، شو اسوي؟ على مودكم. اوه اللوحه مال رمضان ظليت حسدتها واقعه. خليها هنا، احنا رمضان كريم. انا على نفسي اقول حسدتها الساقه. فطلع ضوء الفجر وانا لسه اشوف ما نايم، بس على مود التصوير وعلى مود هذا الزوج خطير لون يتزاوجون. خلينا نشوف يا هو اللي منهم. بسم الله ما شاء الله يستحق فطام. اللهم صل على محمد وال محمد. طبعا هي هسه استوها تحت العش ما بي بيضه، وهسه مره ثانيه تحتها بيضه تستوها خطيه، استوها بيضه حتى تعبانه باغي بالبقاله. انا رديت اشيل من الافراخ بس خليها بالبقاله شويه، مشكله هاي بيضه وعندها فراخ. طبعا احد اصدقائنا المغاربه يسوي لهن هنا قاطع هيك، يسوي قاطع حديد او خشب ويخلي بيه الافراخ المفطومه من البيض الانثى. اي طلعت النتيجه، خلي نشيل من عندهم. هذا بسم الله ما شاء الله صديقنا الجميل كبران، خلي نفطمه. روح هنا، روح حتى نخفف عن امهاتهم خطيه. روح بالله روح هنا، روح نشوفه بالفت يعرف ياكل. اذا عرف ياكل اي هاي عمر فطام حبالي. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله لا ينفطم. هاي ارجع له الصبح هسه هن زاقاتهن، فارجع له بالنهار يعني انام واقعد انام لكم ساعه ما انام هواي وارجع اشوفه بلكت يعني ما اكله مفطوم. اي هاي خليهم رب العالمين، اللهم انا نستودعك هذا المال، هذا عزيز يا رب العالمين. او راح اسوي شغله، راح ازقهم انا ما دام عندي سيرلاك وعندي ابره مازق، ف امر عليهم هم ازقهم مره باليوم. هاي خطيه بيضه، البيضه الاولى ما اريد اشيلها، خلنا ناخذ الثاني. طبعا ذول الاثنين من فضل رب العالمين، هذا صغير مبعد عن امه، وهذا الكبير هيك ينفحص حبايبي. تجيبه اخ والله عظبيه. تفتح جو الجناح تشوف جو الجناح، الريش بادي يكمل. اخ والله عظبه. طبعا هذا الشوفان انا انطيهم، شوف ايش قدم قشرات شوفان حبايبي. شوفوا هذا الشوفان موجود بالباكج مال احمد النعمه. خوش ولد. اي هذا زين متقرب للاكل. بسم الله. روح هذا هم صغير يعني بس لا باس به، ياكل ان شاء الله. هذول الاثنين حبايبي، اللهم انا نستودعك هذا المال والحلال يا رب العالمين. ان شاء الله ذولا يعلموهم على كل ان شاء الله. فهسه خوش فطمنا ذولا الاثنين. هاي الانثى اللي جبتها من ذاك الفحل الرصاصي، هذه هاي شوفوها، هذا الفحل وهاي الانثى. هذه بسم الله ما شاء الله مبيضه بيضتين من فضل الله. خوش هذول حبايبي اللي بيهم تمليح. انتوا احجوا بسم الله ما شاء الله، انتوا احجوا. شوفوا طالع الريش لو ما طالع، التمليح صاير اقل حبايبي، التمليح صاير اقل. خب هذا حتى ورداته طالعات، وذول البقيه ان شاء الله يلحقوه. ليش؟ امانه حبايبي مو لان هاي الخلطه انا ابيعها، بس انا شفت عليها تغيير. انا هاي الخلطه لان انا خالطها بمكونات انا اللي انا اريدها. شوفوا هاي الخلطه المعدنيه، طبعا انا زيدتها حتى تصير لي فوق كلش ويشوفوها. من بديت اخلي الخلطه المعدنيه التمليح صار يقل، وان شاء الله نتابع وياهم. طبعا مو شرط 100% يقضي على التمليح، لا مره ممكن ما يقضي، ممكن هو الطير صاير به مرض مال التمليح. بس انا على ذوله فرق بين ذاك الفيديو وهذا الفيديو اشوف عليهم فرق. الفيديو هذا او اللي قبله ما ادري. بس هم خايفين لان ذوله قليل افتح عليهم البقاله. طبعا واحد سبانجل مال غير عش، واحد ريمبو مالتهم، وواحد اوبلاين مال هذا العش. هذا الاوبلاين اللي هسه طالعه ورداته مال ذني. واحد من ولد ذني اعتقد. لو من ولد ذني. والله ما بيضتي ما دام دنيا الصبح البيض يصير بيه. مستحب البيض الصبح.
لا ما بيضت بعدها. يلا ماكو اشكال، ان شاء الله ان شاء الله رزق يم رب العالمين. اما بالنسبه للدايه، الدايه هالمره مو الحمد لله والشكر، بس اثنين اعتقد مخصبات. من تفرخها جيب لها افراخ اخلي لها. وهذا من الكناريات بعد النايمات على البيض، هذا تقريبا كل اللي يخص الغرفه. خلينا نشوف بعد شنو الوضع. الكوكتيلات الاليفه ما شاء الله. انا قبل شوي شفت اربع بيضات، بلكة رزق رب العالمين ويصير خمس بيضات ان شاء الله. شوف حبايبها استوني خليت له مواد تعشيش بدا يشلع بيهن. هو هذا سبحان الله البنغالي، هو البنغالي هاي يعني الغريزه مالته هو بناء الاعشاش وحضن البيض. استوني خليت له المواد التعشيش بدا يشلع بيهن ويرتب. ها شرار، شرار تلوق لك وحدك صرت خيال. تعال شرار خليني اشوفكم وياك. شوف ما شاء الله شرار كبران خير من الله، بس كون رب العالمين يحميه منا لحد ما يطلع له عرف. انا ليش اريد ديش ما ادري، هو بنثيه نثيه احلى حتى دجاجه وتبيض لنا ونجيب لها ديك زين، ديك ونجيب لها دجاجه عادي، ديك ونجيب لها دجاجه او دجاجه ونجيب. انا الاسبانيات ان شاء الله دا ادور اشوف لي زوج مرتبات مستوى قوي اجيب هنا. والله هذا شرار صقر، صقر شوفوه شرطي واقف على الايد. شرط هاي مو من تشتري ببغاء اليف، يقول لك شرط يصعد على الايد نظامي. هذا شوفوه شرار يصعد على الايد نظامي. يريد يروح للكرتونه، انزل انزل ماكو كرتونه بعد الان. خلي اعطيك مكافاه اخيره قبل ما نروح ننام. ننام اذا نروح نبدا يومنا الجديد. هاكم هذه المكافاه، شوف شوف شوف. يلا اليف وياكل من الايد ويصعد على الايد. ها ها مو كلها لك، مو كلها لك. هاك شرار مصطفى عماد هذا اللي جبت لي اياه، شوفه استغلالي استغل شرار. شوف شوف يعاركون عليه. يقولوا لي الافراخ ايش طببك عليه، غير دجاج هو غير لونسه كلها. شوف شوف قسمه عليها ماكو لا عيني، يعرفون يعرفون ولدي. شوف حبايب ما شاء الله، هذا همين هذا من اذك. طبعا هم اثنينهم سبحان الله اثنينهم رب العالمين كتب لهم عمر ذولا. هذا كان يريد يموت وهذا هم من اشتريته كان يريد يموت، بس بعد رب العالمين كاتب لهم. وهذولا من اشتريتهم انشط منهم كلش نشطين اشتريتهم ذولا. طبعا بعض الاصدقاء يقولوا لي احمد الافراخ خليهم قلوبات. حبايبي ذولا الافراخ بغرفة مال طيور عيني، ذول الافراخ مو مخليهم بغرفة عادية، لا هاي غرفة مال طيور، فهذا درجة حرارة جهاز مقياس الحرارة، وهي الغرفة مربي بيها فنيشات، مربي بيها طيور حوض، فهاي الطيور حساسة أكثر من الدجاج أصلا. بعض الأنواع عندك الباروت عندك هذا الشفتي كلش حساسة للحرارة، ف يعني الأمور هنا كلش حلوة، رطوبة وحرارة زينة. فما يحتاج قلوب، لو كنت برا اي او كانت الغرفة باردة صحيح اقول لكم اخليهن بغرفة يعني مقياس مال الحرارة. طبعا يسألون على الخلطة المعدنية تصير الفنيشات. حبايبي انا الخلطة المعدنية الجديدة مالتي سويتها لكل الطيور تشتغل، حمام دجاج مع فنيشات. هذا شوفوها ناعمة الحبوب اللي بيها كلش ناعمة، ملحة يلا ملحة تعلولة هاي شوية تمليح حبايبي لا تفشلن قدام الكاميرا. يلا يلا عاد يلا فضلنها. والله هسه انا اللي يسمعني هسه ساعة بالستة الصبح قاعد اسولف ويا الطيور واسولف وياكم، هسه لا يسمعني واحد يقول هذا والله بالستة الصبح قاعد، يعني لسه ما نايم انا مو من السحور وبقيت واي راح تتملح. شوفوها وقاعد السولف ويا الطيور. هذا عند اخويا بالشقه جوا، يعني هسه انا باني فوق الشقه مالته باني هاي الغرفه مال الطيور، مرات يسمعنا سولف يقول يا من السولف. فحبايبي ان شاء الله لهنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو، اتمنى استمتعتوا به، لا تنسونا من الدعاء. اخوكم احمد النعمه.